بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة وتحية طيبة. محاضرتنا الخامسة سنتطرق فيها إلى مفهوم الاحتمالية ودورها في تحليل المخاطر. محاضرتنا الخامسة ستكون في عنوان probability، واللي يمكن تعريفها بالشكل التالي: الاحتمالية probability likelihood of particular outcomes occurring denoted by P. إذن الاحتمالية هو احتمال أو افتراض حدوث نتيجة معينة ويشار إليها بالرمز P. The number P is always between 0 and 1. دائما رمز الـ P محصور ما بين قيمة 0 و 1. Where the end of point of the scale P يساوينا 1 means 100% certainty, and P يساوينا 0 means 0% certainty. The opposite of a probability is risk, as shown in this figure. إذن الرمز P هو يرمز لنا للاحتمالية، والرمز P هو دائما ما بين الصفر والواحد، حيث تكون نقاط نهاية المقياس للاحتمالية الـ P تساوي لنا واحد، يعني أن هنالك 100% يقين. بالمقابل عندما تكون الصفر الـ P تساوي لنا صفر، يعني عندنا يقين 0%. نقيض أو معاكس الاحتمالية هو الخطر. إذن إذاك احتمالية 100%، إذن الخطر 0، والعكس بالعكس الاحتمالية 0، إذن الخطر راح يكون 100%، كما موضح في الشكل التالي اللي يستعرض بها نسبة الاحتمالية إلى الريسك. نشوف هنا الاحتمالية 1 على الجهة اليسار probability، 1 مقابلها الصفر راح يكون هو الريسك، والعكس بالعكس. بهذا الشكل الثاني ممكن أن نوضح بشكل واضح تقسيمات الاحتمالية اللي أعطيت لتقدير ووصف حالة probability اللي موجودة. فلاحظ probability من الواحد إلى الصفر منقسمة إلى 0.95.9.8.7.6.5.4.3.2.1.05 و0. إذن التقسيمات اللي مقابلها الديسكريبشن الوصف اللي لها لكل جزء من أجزاء الاحتمالية تبدأ من الواحد مثل ما أسلفنا سابقا، واللي تمثل اليقين الكامل، ثم مرورا بشبه مؤكد almost certain، ثم محتمل جدا very highly likely، ثم مرجح جدا highly likely، ثم على الأرجح، ثم على الأرجح من عدم الأرجحية، ثم يتبعها غامض أو ملتبس اللي يمثل منتصف قسمة الاحتمالية 0.5. ثم ننتقل إلى الجزء السفلي أو السلبي من الاحتمالية اللي أوتوماتيكيا راح يتصف بالتسميات التالية. تبدأ العملية بالتناقص ابتداء من أقل احتمالا من عدمه، ثم غير محتمل ولكنه ممكن، مرورا بغير محتمل جدا، ثم من المستبعد جدا، ويليها شبه مستحيل، في المرحلة الأخيرة المتمثلة بالمستحيل. هل المطلوب أن نحفظ هذه التقسيمات وهذه التسميات للاحتمالية؟ بالتأكيد لا، ولكن على الأقل أن نعرف شنو الفرق ما بين certain والalmost certain وما highly unlikely وvery unlikely والimpossible أو الequivocal اللي هو 0.5 اللي يعتبر هو غامض أو ملتبس في حالات كثيرة. فمجرد أن نعرف هذه التقسيمات للprobability شنو تأثيراتها عندما نشتغل في جانب تحليل المخاطر. ما هو التردد الفريكوانسي؟ فريكوانسي estimated of a probability P يساوي لنا N over N، N small over N capital، where N small is number of times a particular outcome occurred during any trial. إذا التكرار أو التردد هو تقدير الاحتمال أو الاحتمالية اللي يرمز إلها بالـ P تساوي لنا N small over N capital، حيث N small هو عدد المرات التي حدثت فيها نتيجة معينة أثناء تجارب بعدد N. مثلا نضرب مثال بسيط، إلقاء النرد أو الزار مثلا الحصول على رقم 1، الزار به 6 أرقام 1 2 3 4 5 6. من خلال إلقاء النرد للحصول على رقم 1 نلقي النرد 3 مرات مثلا، فكم مرة حصلنا على الرقم 1؟ أنا أريد أحصل رقم 1 عند إلقاء النرد. أو مثلا حفر بئر بعمق معين مع وجود آبار أخرى محفورة نفس العمق بس ما حصلت على النتيجة المرجوة، يعني على عمق 2500-3000 متر بلغوني بأن هنالك مكمن نفطي موجود، أكو آبار أخرى محفورة، فهل أتوقع أنه لو حفرت بئر جديد الآن إلى هذا العمق ممكن أصل إلى هذا المكمن النفطي؟ هنا أكو علامة استفهام، هاي أكو احتمالية بها، ممكن أنه أحتمل أوصل إلها؟
100% أو 80% أو 70% أو ممكن 50% أو ممكن لا سامح الله يصير عندي حالة فشل. Subjected probability if we do not have frequency, إذا ما كان عندي تردد بالاحتمالية نسميها الاحتمالية الموضوعية، إن لم يكن لدينا تكرار أو تردد فإننا غالبا ما نلجأ إلى التخمينات الاستطلاعية. إذا بهالحالة إيش راح يصير؟ We often resort to informed guesses. إذا تخمينات راح تصير، لكن هاي التخمينات إيش بيها؟ استطلاعية، يعني استطلع الموقف، هل نتوقع أن نوصل لهذا العمق بهيجي عمق نصل إلى المكمن النفطي؟ هل نتوقع أنه كمية النفط كبيرة وكافية؟ هل نتوقع أن سمك المكمن كبير؟ هل نتوقع امتداد المكمن كبير وواسع في المنطقة؟ يعني إذا هنا صارت guesses، يعني خلينا نقول تخمينات عندنا، ولكن تخمينات استطلاعية من خلال اطلاعي على باقي الأمور اللي موجودة خلال دراسته. Subjected properties must follow the same rules of the probability calculus if we are dealing with rational decision makers. هنا لازم نخلي في بالنا انه لازم نتبع الاحتمالات الموضوعيه او تتبع الاحتمالات الموضوعيه نفس قواعد حساب الاحتمالات. الاحتمالات في المره الاولى في الحاله الاولى اكو عندها طرق وحسابات متعدده وقواعد ثابته عند الاحصائيين والرياضيين، لازم اعتمد على نفس القواعد هذه في حسابات الاحتمالات الموضوعيه اذا كنا فقط في حاله ان نتعامل مع صانع القرار العقلاني. يعني صانع القرار العقلائي اللي يريد يتخذ قرار ما يجي يتخذ مجرد تخمينات استطلاعية على ما قالوا له وبلغوه وخبره وبالتالي يجي يعطي قرار نهائي، لأن هو ما عنده احتمالية معينة، هو ما درس الفريكوانسي في المرحلة الأولى وما عنده فريكوانسي، فإذا إيش راح يعتمد؟ راح يعتمد على informed guesses، على التخمينات الاستطلاعية. هل هذا يعني بأنه يعطي قرار بشكل سريع ومفاجئ وبدون الرجوع إلى بعض الأمور العقلائية والعلمية اللي ثابتة عنده من خلال خبرة الموجودين واستطلاعهم للآراء؟ بالتأكيد لا، لأنه هو أوتوماتيكيا راح يرجع يعيد حساباته باتجاه الاحتمالية وطرق حسابها، ومن ثم يعطي القرار النهائي في سبيل أنه ما يخسر شركته أو مؤسسته أو مشروعه ويعرضها إلى مشاكل كبيرة جدا. توفر نظرية الاحتمالات أربع قواعد أساسية. Probability theory provides four fundamental rules. أربعة قواعد أساسية. Which must be considered when dealing with the prospect of player's assessment. اللي هو لازم نعتمدها عند أخذها بنظر الاعتبار عند التعامل مع الاحتمالات أو تطبيق تقييم المخاطر. عندما أريد أقيم مخاطر أو أشوف مشروع أي مشروع كان اقتصادي عسكري مالي تجاري سياحي وإلى آخره، لازم أني أستخدم نظرية الاحتمالات. عندي أربعة قواعد أساسية لازم أخذها بنظر الاعتبار عند التعامل مع هذه الاحتمالات. أول قانون هو the probability of a given occurrence or event is equal to 1 minus the risk for this event not occurring. شنو معناها؟ معناها أنه القاعدة الأولى هي احتمال حدوث فعل أو حدث معين يساوي واحد ماينس واحد ناقص احتمالية الخطر عند عدم وقوع هذا الحدث أو هذا الخطر. يعني أكو احتماليتين، أكو احتمالية P probability يساوي لنا واحد ناقص P risk، إذن أكو احتمالية للخطر واحتمالية نهائية النتيجة النهائية. احنا عرفنا أن المقياس النهائي للاحتمالية هو واحد، إذا طرحت من عند احتمالية الخطر راح يبقى الاحتمالية العامة. يعني مثلا إذا عندي أنا احتمالية 95% واحتمالية الخطر 0.05، فأطرح واحد من ناقص 0.05 راح يطلع 0.95، إذن الاحتمالية مالتي 0.095، إذن أنا بالاتجاه الإيجابي، إذن احتماليتي عالية. إذا الخطر زاد صارت عندي الخطر عندي نسبة 0.2، إذن واحد ناقص 0.2 هو نسبة الخطر راح يصير 0.8، إذن الاحتمالية مالتي صارت 0.8، وراح أروح أرجع أشوفها بالسكيل السابق اللي شفناه بالشكل الثاني وأشوف شنو المعطى مالته، وبالتالي أنا أشوف احتماليتي أيضا 80% نسبة جيدة جدا. إذا هنا إيش راح يصير عندي؟ عندي نسبة للخطر موجودة أقدر أعرفها، بس الاحتمالية العامة ما عندي علم بها، فراح أطبق هذا القاعدة. إيش راح أشوف؟ أن الاحتمالية العامة P probability اللي هو بشكل العام إيش قد احتمالية الواحد اللي هو المقياس الأعلى للاحتمالية مطروح منها احتمالية الخطر الموجود. عندي قياس الخطر، الخطر 1%،
100%، 5%، 10%، 15%، هذا اللي موجود. 50% ممكن يصير إذا وصلت إلى مرحلة أنه الاحتمالية راح يصير أيضا بالمقابل 50% نجاح أو فشل للنتيجة اللي أنا أرجوها. طبعا هذه العبارة محددة وواضحة. This is a definite and obvious statement, but is nevertheless an important relation when dealing with situations such as either one or another event or both event. هنا ايش راح يسأل؟ هاي العبارة واضحة بالنسبة لنا، بس شبيهة مع ذلك في علاقة مهمة عند التعامل مع حالات مثل إما حدث واحد أو حدث آخر أو كلا الحدثين. مثل خلنا نضرب مثال إلقاء عملة معدنية اللي احنا عندنا مثل العملات المعدنية قديمة كانت موجودة تحمل وجهين، وجه للكتابة اللي نسميها طرة وكتبة يعني احنا بالعامية، مطلوب الحصول اما على وجه الصورة او وجه الكتابة. اذا لو احصل على الصورة من القي العملة، لو احصل على الكتابة او اريد الاثنينات عندما القيها مرتين او ثلاثة او اربعة، اريد وجه الصورة يتكرر اكثر من مرة او وجه الكتابة يتكرر اكثر من مرة. مثل إلقاء النرد، أريد واحد من أصل ستة، يعني واحد أو اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هو بالنرد، أريد بس رقم واحد، ممكن ألقي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وما حصل رقم واحد. إذن إما أو، إما حصل الرقم أو ما حصل الرقم، أو أحصل الرقمين، أحصل الواحد وأحصل باقي الأرقام اللي ممكن موجودة إلا إذا أنا حددت أنه أنا نفسي في رقم محدد واحد. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي احتمال حصول عدة أحداث مستقلة في نفس الوقت مساوي لمجموع الاحتمالات الفردية، أي قاعدة الضرب. The probability of the simultaneous occurrence of several independent events is equal to the product of their individual probability. The multiplication rules. عملية الضرب. إذن أنا multiplication rules راح أضرب احتمالية كل حدث من الأحداث في الحدث في احتمالية الحدث الثاني واحتمالية الحدث الثالث والرابع والخامس وهكذا. إذن هي احتمالية حصول عدة أحداث مستقلة، يعني مرة أطلع الواحد، مرة أطلع رقم اثنين بالزار، مرة أطلع ثلاثة أو أربعة وكذا. أحفر إلى عمق معين، أشوف أكو سمك كبير، امتداد واسع، عندي خزان نفطي، مخزان غازي وهكذا، عدة احتمالات. فكل احتمال من هذه الاحتمالات أضربها مع بعضها البعض تطلع لي الاحتمالية العامة الواسعة، مثل ما نشوف بالقانون الـ P يساوي P of A في P of B في P of C في P of D. أوكي، هاي الاحتمالية الثانية. تستخدم هذه القاعدة الثانية عندما نقدر احتمالية الاستكشافات النفطية لمنطقة معينة. This second rule is used when we estimate the probability of discovery for a mapped prospect. يعني منطقة معينة فيها استكشافات نفطية. The prospect probability is the product of several independent factors. طبعا المنطقة الموجودة عندي وعندي دراسة لها ممكن هناك احتمالات ناتجة عن وجود عدة عوامل مستقلة، كل عامل من العوامل يؤثر على الناتج النهائي للعملية. مثلا شركة CCOP employs four geological factors، أربعة عوامل أساسية في عملية حساب واستغلال المنطقة من الناحية النفطية، تتمثل بالريزرفوار، تراب، بتروليوم تشارج اند روتيشنز. إذا هي تتمثل بالخزان أو المصيدة والشحن البترولية أو النفطية، بالإضافة إلى عمليات الاحتجاز والاحتفاظ بالشحن النفطية داخل هذا المكمن النفطي. لازم ذني أربعة هن كل هذه العوامل الأربعة تكون موجودة جميعها متزامنة لتحقيق الاستكشاف الجيد للمنطقة. All of the which must be present concurrently to make a discovery. يعني CCOP تقول لك أنا من أريد أشتغل في منطقة معينة، ما أجي أقول فقط عندي العامل الريزرفوار هو المهم، أو عامل التراب هو المهم، أو بتروليوم تشارج هو المهم، أو روتيشن هو المهم. لازم أربعة ذني مهمة على مود أنا أطور شغلي واستمر في العمل في هذا الحقل لفترات طويلة. وبالتالي هاي الشركة خلت أربعة عوامل. الآن كل عامل من هذه العوامل إلها نسبة وإلها احتمالية وجود بحد ذاته. فراح أنا أضرب الاحتمالية الأولى للريزرفوار، في احتمالية الإطراف، في احتمالية البتروليوم تشارج، في احتمالية الروتيشن، عند أطلع الاحتمالية العظمى الكل، كل ما زادت عن 50-60-70-80%، إذن CCOP راح أوتوماتيكيا تستغل المنطقة استغلال جيد، وبالتالي يكون إنتاجها جيد. القاعدة الثالثة
بالنظر إلى وقوع العديد من الأحداث الحصرية المتبادلة، فإن احتمال وقوع حدث واحد على الأقل يساوي مجموع احتمالات كل حدث فردي، أي قاعدة الإضافة والجمع. Given the occurrences of several mutually exclusive events، إذن نظرا لوجود مجموعة أو وقوع مجموعة من الأحداث حصرية ومتبادلة، مثل ما شفنا قبل شوية، ممكن الريزرفوار موجود والتراب موجود بس الشحنة النفطية قليلة والروتيشن قليل، إذا أكو عملية تواجد وعدم تواجد، هاي حالة وهذه حالة. إذا هنا إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي احتمال وقوع حدث واحد على الأقل يساوي مجموع احتمالات كل حدث، يعني ممكن الريزرفوار والتراب جيد جدا وإن كان الروتيشن مالتها والتشارج قليلة، أو بالعكس الريتشارج موجودة والتنشن عالي بس التراب مالتي ما مضبط 100% والريزرفر يكون ضعيف وامتداده قليل وهكذا. Given the occurrence of several mutually exclusive events, the probability of occurrence of at least one event is equal to the sum of the probabilities of each individual event. The addition rules. إذا قاعدة الجمع واللي هي تتمثل بالبي ساوينا بي اي زائد بي بي، يعني احتمالية وجود الريزرفوار مقابل احتمالية مثلا البتروليوم ريتشارج الكمية النفط اللي موجودة، اذا اجمع هذا مع هذا واشوف هل راح تطلع بنتيجة معينة. خلينا نشرح شوية عنها بطريقة اوسع. يتم استخدام هذه القاعدة الثالثة عند التعامل مع العديد من النتائج البديلة، مثل إما إذا كان النفط أو الغاز يكون هو الطاغية في الحقل النفطي الذي تم إجراء تقييمه. This third rule is used when dealing with several alternative outcomes, such as the question of whether oil or gas will be the dominant phase in the prospect being evaluated. في منطقة معينة سويت لها عملية تقييم وأريد أعرف هل هو عندي فقط نفط المكمن النفطي أم نفط وغاز أم غاز فقط. فأني عندي عدم توجه واحد في هذه المكمن النفطي لأنه ما عندي معلومات متكاملة، فممكن يكون فقط نفط وممكن يكون غاز فقط لا أكثر ولا أقل، وطبعا النفط إلى تسعيرته ووضعه والغاز إلى تسعيرته ووضعه وإنتاجه وشغله بالكامل. إذن بهالحالة إيش راح يصير؟ يتم توضيح مثال عن يعني an example is illustrated by throwing a die only once. In this case we have a total of six possible outcomes such that the probability of the throwing three or less either one or two or three is p ساوينا p1 زائد p2 زائد p3 وتساوينا 1 على 6 زائد 1 على 6 1 على 6 ويساوي 3 على 6 ويساوينا 0.1. خلي كمثال احنا هنا ضربنا قلنا انه نوضحها كمثال، عندما القي النرد او الزار لمره واحده فقط مره واحده وأنا أريد في هذه الحالة أريد الأرقام 3 أو الأدنى من عدها اللي هو 2 أو 1 هي تظهر فقط، يعني ما أريد 4 و 5 و 6 بس أنا أرمي زار لمرة واحدة فقط. هنا شفتوا العملية حدث واحد دون عن ثاني، هي الاحتمالات كلها موجودة، أحداث ممكن تحدث يطلع رقم 4 ممكن يطلع 5 ممكن يطلع 6 ممكن يطلع 3 ممكن يطلع 2 ممكن يطلع رقم 1 وهكذا، بس أنا ألقيت النرد لمرة واحدة عمود أشوف أطلع من الزار هاي الرمية تطلع عندي الواحد يطلع عندي الثنين أو يطلع عندي 3 حد أقصى. إذن إيش راح تصير الاحتمالية اللي موجودة عندي؟ لدينا مجموعة من ستة نتائج محتملة، هي الـ P يساوينا المجموع النهائي هو الـ P1 اللي احتمالية حصولي على الرقم واحد زائد P2 احتمالية حصولي على الرقم اثنين والـ P3 اللي احتمالية حصولي على الـ P على الرقم ثلاثة. أجمعهن لأن أنا رميت مرة واحدة على أساس إنه أحصل واحد من هذه الأرقام ثلاثة اثنين واحد، فراح يكون المرة الأولى واحد على ستة لأن الاحتمالية هن الزار بستة أرقام فيطلع لي مرة على ستة وبالثانية مرة على ستة وبالثالثة مرة على ستة، مجموعها الإجمالي ثلاثة على ستة، إذا النتيجة النهائية 0.5 يعني 50% يعني ممكن أحصل ثلاثة أو اثنين وواحد، وبالفعل هو الزار بستة فنصف الاحتمالية أنه تقع، هذا في حالة أنه حصلت لأن احتمال من الاحتمالات أنه أنا كل ما ألقي الزار زار وإن كان لمرة واحدة ما حصل هذا الرقم، الجزء يطلع لي 4 و 5 و 6 وبالتالي الاحتمالي، بس مبدئيا قاعدة الاحتمالات هنا أنه أجمع الاحتمال الأول مع الاحتمال الثاني كأحداث من أحداث حصرية متبادلة ممكن أن تحدث وأجمعها مع بعض وأشوف النتيجة النهائية.
القاعدة الرابعة إن شاء الله في قواعد الاحتمالية والقاعدة الأخيرة: The probability of either one or both of two independent events can be estimated by calculating the risk that neither of the event will occur. اللي نسميها the combination rules. هذه القاعدة الرابعة: يمكن تقدير احتمالية أي من الحدثين المستقلين أو كليهما من خلال حساب خطر عدم حدوث أي من هذه الأحداث ممكن أن تقع، واللي هي نسميها قاعدة الجمع. لاحظوا بالقاعدة الثالثة قلنا أنا أريد احتمالية أنه ممكن يكون عندي غاز فقط أو عندي نفط غاز. زين، إذا أردت ممكن يكون غاز ونفط مع بعضها، يعني مو فقط نفط في المكمن النفطي ولا غاز فقط، ممكن الغاز والنفط يكون موجودة مع بعضها البعض. إذن حدثين مستقلة، هو إما أن يكون نفط فقط عندي أو غاز عندي في المكمن، أو كليهما نفط وغاز، وبالتالي هاي نسميها قاعدة الجمع، بس بالطريقة التالية راح نحسبها: واحد ناقصا ب الإجمالي الاحتمال ناقصا احتمالية الحدوث العامة تساوينا واحد ناقصا احتمالية A مضروبة في واحد ناقص احتمالية B، لأن احتمالية A ممكن يكون غاز واحتمالية الثانية يكون نفط. الاحتمالية العامة الموجودة عندي ايش قد؟ هل راح يطلع لي البي اي هو الاكثر من البي بي، او البي بي اكثر من البي اي، او اثنينات تكون موجودة؟ خلينا نستعرضها في مثال عشان تكون الصورة بالنسبة لكم اوضح. This fourth rule is used when risking outcomes that are dependent on one or more event occurring. إذن تستخدم هذه القاعدة عند حساب المخاطر بالنتائج التي تعتمد على حدث أو أكثر. على سبيل المثال، for example, during the risking of unknown area where two potential stratigraphic levels are predicted as possible hydrocarbon source, but only one effective source rock is required to source the prospect being risked. إذن على سبيل المثال، أثناء المخاطرة بمنطقة غير معروفة يتم التنبؤ بوجود طبقتين صخرية يحتمل كونها مصادر الهيدروكربونات، بس لازم نعرف أوكي، ولكن لا يلزم سوى التعرف على طبقة واحدة كصخرة مصدرية. أنا عندي هسه أكو طبقتين، أنا ما أحتاج الطبقتين تكون اثنينات موجودة، أنا أحتاج طبقة واحدة على الأقل تضمن لي بأنه بها مصادر هيدروكربونية بنسبة عالية وجيدة، استخدمها كصخرة مصدرية أطلع من عندها النفوذ كلش كافية بالنسبة لي. لا يلزم سوى التعرف على طبقة واحدة كصخرة مصدرية فعالة لغرض تحديد مصدر الخطر المحتمل. شنو مصدر الخطر؟ يعني الطبقة الثانية اللي ما بيها هي أوتوماتيكيا أنا راح أعزلها. يعني عندي طبقتين وهاي الطبقتين أنا ما أعرف منو من عندها بالضبط، بس أنا ما أحتاج اثنيناتهم أشوف الاحتمالية مالتهم، أبدأ أشوف احتمالية واحدة من أثنين كلش كافي بالنسبة لي. إذا طلعت لي 70% هي بها هيدروكربون، ذيجة الثانية إذا كانت 30 أو 20 أو 10 ما راح تأثر عليها، لأن أنا عندي 70% موجود هذا كمصدر هيدروكربوني. إذا إذا أردت تطبق هذه العملية راح نخليها في هذا المثال. Example, let us assume that we are evaluating an unknown area where two potential source rock are at different stratigraphic levels. عندي مستويين من الطبقات اللي موجودة، وأنا دا أفحص منطقة من المناطق وقيمت منطقة غير معروفة وتوقعت صخور مصدر محتملة بمستويات طبقية مختلفة اللي هي A and B. Okay, different stratigraphic levels A and B are predicted as possible hydrocarbon source for a mapped project. لمنطقة معينة كمصادر محتملة وجدتك إنه عندي طبقة A وطبقة B، وهذه اللي أنا راح أشتغل عليها وأريد أعينها وأشوف منه من عتها بالضبط اللي هي راح تكون منتجة للنفط. لنفترض أيضا أن احتمال صخرة المصدر الفعال احتماليتها هي PA يساوينا 0.6، وأن الاحتمال المقابل لصخرة لصهور المصدر P اللي هو PP احتمالية يساوينا 0.3. إذا افترضنا let's assume that we are evaluating unknown area where two potential source rocks at different stratigraphic levels A and B are predicted as possible hydrocarbon source for a mapped prospect. Let us also assume, أيضا نفترض المرة الثانية, that the probability of effective source rock A, طبقة الأولى اللي هي A, احتمالية PA تساوي 0.6, and that the corresponding probability for source rock B, PP يساوي 0.3. ما هي النتيجة اللي راح نحصلها
اوتوماتيكيا من هذه العملية. هنا ما هي الاحتمالات؟ What is the probability of an effective source rock is in this area؟ ما هي احتمالية الصخرة المصدرية ذات الاحتمالية القوية؟ ما هي احتمالية وجود مصدر صخري فعال في هذه المنطقة؟ يجب علينا تقدير احتمال إما A أو B أو كليهما، مثل ما شفنا قبل شوية أنه حدثين منفصلة وممكن اثنيناتهم. قلنا القاعدة الرابعة تقدير احتمالية أي من الحدثين المستقلين أو كليهما من خلال حساب خطر عدم حدوث أي من هذه الأحداث ممكن أن تقع. واحدة من أتي ممكن ما تقع، الثانية هي اللي تقع، وبالتالي أجمعهم أوتوماتيكيا بالقانون اللي شفناه قبل شوية بالقاعدة رقم 4. إذن we must estimate the probability of either A or B or both. This can be estimated by combining probability rules for the probability of not having an efficient source rock at all. ما عندي نهائياً the probability of not having an efficient source rock. ما عندي صخرة مصدرية فعالة بالشكل كامل at all اللي هي واحد ناقص B is equal راح تساوينا to the protect of the risk واحد ناقصا A احتمالية خطر الأولى اللي موجودة. يعني أنا عدي الأولى بها نسبة خطر، فواحد ناقص احتمالية راح يطلع لي الخطر مالته of source rock A and the risk of one ناقصا PP of the B اللي هي الصخرة الثانية. This can be expressed as follow. ممكن أيضا نستعرضها من خلال الشكل التالي. بعد ما قدرنا الاحتمالية، إذن احتمال عدم وجود صخرة مصدر فعال على الإطلاق هي الواحد ناقصا B، يساوينا ناتج خطر الواحد ناقصا PA من مصدر الصخرة A والواحد ناقصا PP من صخرة المصدر B. إذن الاحتمالية إيش راح يصير إذا عدى أطبق القانون؟ واحد ناقص B يساوينا واحد ناقصا PA مضروبة في واحد ناقصا PP. قلنا هاي الاحتمالية موجودة، شفناها بالقانون الأول الواحد من قلنا ال P probability شي يساوينا واحد ناقصا P risk. إذن أنا دا أروح أدور على خطورة واحد من عندهم وأطرح الخطورة أطلع أوتوماتيكيا الاحتمالية الموجودة في الجانب الثاني. لكن هنا في القانون الرابع راح نضرب اثنيناتهم مع بعضهم البعض. إذن أنقل الواحد من اليسار باتجاه اليمين، ال P تساوينا واحد ناقصا المفهوم كله، أطبق الفرضيات اللي موجودة عندي، احتمالية الـ A هي 0.6، احتمالية الـ B 0.3، راح يطلع لنا الاحتمالية بشكل كامل 0.72. إذن بوجود طبقتين ما أعرف عندي مستوى الاحتمالية وجود النفط بهن، إذا جمعت الاثنيناتن راح أشوف أنه نسبة الإنتاج مالتي 0.72 ممكن تكون عندي احتمالية إنتاج نفطي لهذه الطبقتين في المنطقة. This example can also be solved by applying quantitative consideration as indicated by the circle shown above. شوفوا بالصورة الأعلى إن شاء الله على اليمين نشوف الـ PA اللي هو الشكل اللي دائرة اللي تعطيني احتمالية طبقة A واحتمالية طبقة B اثنيناتهم في منطقة واحدة، فبالتالي أكو تداخل. التداخل إيش راح يصير؟ PA في PP ذني المنطقة الحمراء اللي موجودة التقاطع ما بيناتهم، ممكن أني أحسبه بهذا الشكل، أحسبه بالطريقة التالية P يساوينا PA زائد PP الأولى زائد الثانية مطروح منها الأولى في الثانية، الأولى زائد الثانية PA بالكامل مجموعة مع PP الثانية، يعني كأنما منطقة متكاملة مطروح من أنت حاصل طرف التقاط منطقة التقاطع واللي حصل أيضا من أنت 0.72. بالتالي هذه مجرد عرض بسيط للقوانين الأربعة الأساسية في الاحتمالية اللي ممكن نستفاد من عندها في عملية تحليل المخاطر في كورسنا هذا. شكرا جزيلا.